السلام عليكم الاخوان، هذه لحظه تاريخيه اللي كنجتمعوا فيها هون كاملين امازيغ وعرب وسواسه وكامل المغاربه من طنجه الى الكويره هون في هذه اللحظه التاريخيه اللي كنا كنحانوها من بعيد، لانك تعرفوا ان الولايات المتحده الامريكيه كانت قابضه العصا ديال نزاع الصحراء من النص، شوي عطيتو للجزائر وشوي عطيتو للمغرب، ولكن ان اليوم توضح لها من بعد القضيه ديال القرقارات بان الناس ما عندهم شي حاجه، عندهم عندهم ارتجاليه في المعامله ديال القضيه، وان الحمد لله ان القوات المسلحه الملكيه استطاعت فريق الهندسه انه ينظف المعبر ديال القرقارات وتعود، لان هذيك الطريق هي طريق دوليه، وهذا القرار هذا ديال الامم المتحده الامريكيه ديال الولايات المتحده الامريكيه جانا في واحد الظرف اللي حساس، واللي المغرب حاجه ماسه ليه، لان الاتحاد الافريقي كان كيقول بانه غادي يجيب واحد باش توقف وقف اطلاق النار، خاصهم ثاني يدخلوا في واحد المزايدات، ولكن اليوم المغرب كيقول الصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه، وعاش الملك محمد السادس تحياتي. عندي هون طلعه الاستاذ نقولها لكم، تكون يا مغرب الاقطار يا مجد الطوار يا تفقريش رجاله بالبارود والنار نهزم الاستعمار، وحدة اثنيات امازيغ وعرب في الدم نسب منه خلقت اصهار، رخصت الاخبار جدار برلين نهار، يا اهل القرار في مغرب الاقطار بحق الجوار اطلس الحدود فكوا الحصار، الحرب بردت وحمات حمات وبردت سفك ودمار، لكان للبيع مشرى من حروب تجار، يا اهل القرار اطلس الحدود فكوا الحصار. السلام عليكم على هذا الحضور هذا، ونشكروا جميع الاخوان، والظروف كوفيد هي اللي خلاتنا ما نجيبوش الجميع، وانما اقتصرنا فقط على المكاتب ديال الجمعيات القبائل الصحراويه. احنا كمغاربه كاملين من الشمال الجنوب فرحانين بهذا القرار، واللي كنتمناو ان بلادنا تعيش في سلم وامان، وشكرا ومزيدا من العمل والتوفيق ان شاء الله. السلام عليكم. من بيت الاحرار تشرق الانوار، منتدى السؤدد وحماه، دمت منتدى وحماه، عشت في الاوطان للعلا عنوان، ملء كل جنان ذكرى كل لسان، في الروح في الجسد هب فتاك لب نداك، في فمي وفي دمي هواك ترى نور ونار، لإخوتي هيا للعلا سعيا، نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعار الله الوطن الملك، الله الوطن الملك، احنا وطلع الامريكان، هيا هيا هيا، شدها خويا شدها هيا راهي الامريكان، ها جراء الحق وزهق الباطل، ها هما 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 ها ه